أشهد أن لا إله إلا الله، كن مع الله، كن مع الله يكن الله معك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه العقيدة التي يجب أن نعيش بها في الدنيا، وأن نعلم أننا خلقنا لأجل الله، وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته. فإذا شعرت يوما من الأيام بحزن فاعلم أن فرجك بيد الله، وإذا شعرت بأسى فاعلم أن أمرك بيد الله، وإذا شعرت بضعف فاعلم أن قوتك عندما تستمدها من الله، وإذا شعرت بفقر فاعلم أن غناك بيد الله. لأجل هذا عش لله ومع الله وبالله.